السلام عليكم، اهلا، كي راكم؟ لاباس؟ كلشي مزيان. المهم انا جبتكم معايا واحد البحيره كاينه حدا مدينه سيرجي ضواحي مدينه باريس. ها انتما، انا جبتكم ليها. شو على منظر عاوتاني هنايا، شحال زوين هذا البارك. تيديروا فيه مهرجانات. المهم كيف شفتوا هانتوما، يلا بقاو معايا نكتشفوها عاوتاني هاد البلاصه هادي، وتشوفوها معايا باش تعرفوا حتى نتوما هاد المدينه شنو اللي قريب لها. هاد البارك قريب لها. هانتوما شوفوا شحال زوينه، راه زوينه. هانتوما شتو، راه الدنيا عامره كاينه هنايا. كاين وقيله هادو هنود اللي كانوا حدايا تيهضروا. ها فاش تيكونوا خدامين هادوك، راه هما هذيك الطلعه هذيك راه تيكون الماء تيطلع فيها وتيهبط وتيطلعوا بالفلايك من تما وتينزلوا. دابا هي حيت ما خدامينش، ما راه دائما تيخدموا. ها انتم شوفوا ان شاء الله منظر شحال زوين. هاجيو تشوفوا معايا الورد البلدي، واحد الريحه غزاله فيه. ها هو منقطعش، خليها حط هي المنظر.
هكاك راه الدنيا يعني عامره، يعني ما تبغيش نشد الناس. البلايص اللي هما زوينين بزاف تيكونوا جالسين فيهم ما نقدرش نقبضهم. هاد الكاميو هذا كيبيعوا فيه لي جو، تيبيعو فيه الماء، هانتوما شو على منظر هاد البارك. هذا فيه 250 قطار، شي شحال ديال الناس كاينين، شي كداير هانتوما كتشوفو. هانتوما كيشتو الدنيا راها عامرة هنايا. وهادو عاوتاني كيتساراو فيهم هنايا هاد اللانشات هادو اللي تشوفوا فيهم تيكونوا خدامين. اذا براهم حابسين
ودباش غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم. انا جبت معاكم دوره هنايا، ماشي نتوما جبتوا معايا دوره، انا جبت معاكم دوره. يلا تهلاو لي فراسكم حتى البلوك اخر.